بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم إن شاء الله حتكون المحاضرة الأولى في تشابتر 3 عن مفهوم الـ Uninformed Search، اللي هو أول نوع من أنواع الـ Searching أو البحث في الـ AI. طبعا مفهوم الـ Search أو البحث في الـ AI من المفاهيم اللي غاية في الأهمية، نظرا لأنها يعني نوع أساسي من أنواع إيجاد حل لمشكلة، طبعا إيجاد حل ذكي خلينا نقول من خلال عملية البحث. مش أي بحث، أكيد حيكون بحث ذكي. شو يعني بحث ذكي وشو اللي بصير أو إيش هو مفهوم السيرش أصلا في الـ AI، وإيش يعني Uninformed Search؟ هذا حيكون إن شاء الله موضوع الشابتر الحالي. بداية طبعا هنا بس الأمور اللي حنمر عليها إن شاء الله في الشابتر هذا، حنحكي عن انه السيرشنج هو عبارة عن بحث، لا عن سوليوشن، بحث عن حل، هذا اللي احنا بدنا اياه ولكن بشكل انتليجنت. بعدك حنشوف كيف يعني البروبلم فورميوليشن، يعني اي مشكلة كيف احنا ممكن نصممها او نعملها صيغة محددة، بحيث انه هذه المشكلة لما نحدد الصيغة تبعتها حندخلها بعدك على خوارزمية للبحث، ومن ثم إيجاد حل لهذه المشكلة عن طريق الخوارزمية هذه. بعد هيك حنفوت في اللي هي الـ Search Strategies أو اللي هي الخوارزميات الخاصة بالبحث. طبعاً في مجموعة من الخوارزميات حنمر عليها إن شاء الله، حنشوف كل واحدة فيها كيف الآلية اللي تشتغل فيها، وشرح وافي عن الخصائص الخاصة في كل واحدة فيها، ومتى بنستخدم كل واحدة من هاي الخوارزميات. بعد ذلك معطينا هنا طبعا اكزامبل اللي هو المثال الاساسي اللي ماشي عليه خلال التشابتر في الشرح. بيقولنا لو عندنا هذه الخارطه، تخيل انه انت في مدينه معينه، مدينه اراد اللي هي هذه، تمام، والهدف تبعك او الوجهه انه انت بدك تروح على بوخارست، تمام، على هذه المدينه. فالان هذه هي الستارتنج بوينت وهذه هي الجول، تمام. الآن أكيد في عنا أكثر من طريق عشان إحنا نقدر نوصل لنفس الهدف، فبالتالي إيش السيرتشنج هنا بيحكي لنا؟ بيحكي لنا هنا الهدف من السيرتشنج إنه إحنا نبحث عن أفضل طريق لو سلكناه حنوصل للهدف، لكن طبعاً بأفضل أداء ممكن. هاي اللي إحنا بدنا إياه من الخوارزميات الخاصة بالسيرتشنج بشكل عام. يعني هيو باختصار بقولنا كيف ممكن نعمل ديزاين، تصميم لانتليجنت ايجنت، بحيث انه هذا الايجنت يقدر يلاقي افضل طريق بين تو سيتيز مثلا، او بين تو مدينتين. يعني مثال اخر، لو عندنا لعبه الايت بازل اللي هي عباره عن طبعا الثمان مربعات هذه، او تسع مربعات عفوا، اللي بيكون فيها ثمان ارقام فعليا. هاي الارقام يفترض يعني تترتب بهالشكل. طبعا اللعبة هذه لها طبعا أكثر من خطوة عشان نوصل اللي هي الجول ستيت أو الخطوة الأخيرة. فبالتالي هنا بحكي لنا هذه الخطوة الأولى أو الستيت الأولى، هذه بسميها الستارت ستيت، اللي هي الحالة الأولى أو الحالة الابتدائية اللي بتبدأ فيها اللعبة. إيش الهدف؟ لازم نوصل للشكل اللي شايفينه أمامنا هنا، هذا هو بنسميه الجول ستيت. طيب برضو الهدف تبعنا هنا انه انا كيف اعمل ديزاين لانتليجنت ايجنت انه يحل البازل او اللغز هذا تبعنا. بس بيكون طبعا المفروض يكون الطريق اللي انا بدي اسلكه او الخطوات اللي انا اتخذها تكون افضل خطوات ممكنه، بحيث انه يكون طبعا اسرع وقت ممكن، يكون افضل اداء الى اخره. اذا الموتيفيشن او الحافز اللي يعني بحفزنا انه نستخدم السيرشنج الجوريثم، اللي هو حل، ايجاد حل لبروبلم باستخدام سيرشنج فور ا سوليوشن، ندور على حل. اذا نبحث عن حل لمشكله محدده عن طريق عمليه البحث باستخدام طبعا السيرش استراتيجيز اللي استعرضناها بالاول، للخوارزميات المتعدده والمختلفه. تختلف طبعا هاي الخوارزميات طبعا بالاساليب اللي بتبحث فيها، بالخطوات اللي بتتبعها، بكتير امور ان شاء الله هنشوفها خلال دراستنا لكل خوارزميه على حده.
البروبلم فورميليشن اللي هي طريقة خلينا نقول وضع المشكلة في صيغة محددة في فورمة محددة. The use of search requires an abstract formulation، يعني عشان أنا أقدر أستخدم استراتيجي أو خوارزمية معينة في البحث لازم في البداية يكون عندي البروبلم أو المشكلة تم صياغتها على شكل معين، على صيغة معينة. هاي الصيغة لازم أنا أكون بالأول محددها وكاتبها بشكل محدد بحيث يكون سهل أدخلها كإنبوت على الفانكشن أو على الاستراتيجية اللي أنا بدي أستخدمها، بالتالي بنطبق عليها الستبس أو الخطوات عشان في النهاية نوصل للسوليوشن. Optimizing search، مصطلح Optimizing search اللي هو البحث المثالي ممكن نسميه، انه انا بدي استخدم السيرش الجوريثمز على اساس اني اوصل للاوبتمايزيشن، يعني اوصل لمثال او على عفوا حل مثالي، بمعنى اوصل للحل اللي انا بدي اياه بافضل طريقه ممكنه باقل خطوات ممكنه، ممكن يكون باقل كوست ممكن. طبعا تختلف موضوع الكوست او التكلفه من تطبيق لاخر، يعني قد يكون في تطبيق بيقولنا انه اقل كوست ممكن، يعني انا بدي اسرع وقت، اقل وقت مستهلك. تطبيق تاني يقول لا انا بدي اقل كوست، يعني بدي التكلفة المادية تبعته تكون اقل ما يمكن. تمام؟ فبالتالي حتى الكوست بيختلف من تطبيق للاخر. نبدأ أول حاجة بالبروبلم فورموليشن اللي هو طريقة صياغة المشكلة. عشان أنا أقدر أعمل صياغة للمشكلة لازم يكون في عندي 6 مكونات لأي مسألة أو أي مشكلة إجتني. الستيت اللي هي الحالة، لازم أعرف أو أحدد إيش هي الحالات اللي بتمر فيها المسألة اللي عندي هذه. رقم 2 initial state، إيش هي الحالة الابتدائية اللي نبدأ منها اللي هي starting point. رقم 3 الأكشنز أو successor function. طبعا الأكشن إحنا اتفقنا قبل هيك إنه أي intelligent agent بيستقبل متغيرات أو inputs من البيئة اللي حواليه، وبالتالي بيقرر بناء على هذه المتغيرات أو المدخلات بيقرر إيش الأكشن اللي بده يعملها. طب الأكشن اللي بيعملها وين حتوديه؟ أكيد حتنقله من الستيت الحالية لستيت مستقبلية للنكست ستيت، أوكي؟ فهيك بسميها أكشن. أو successor function أعطاها اسم تاني، successor يعني إني كيف أجيب النكست، دائما successor هو النكست الشغلة الجاية يعني، فهي عبارة عن دالة لو اعطيتها انبوت معين تعطيني شو الستيت القادمه اللي حتوديني عليها بناء على الانبوت اللي دخلناها الها. فاذا مصطلح اكشن او سكسسور فانكشن بيعطيني نفس المعنى. الجول تيست، احنا دخلنا في ستيت محدد. طيب انا كانتليجنت ايجنت سوفت وير لازم اسال نفسي كل ما ادخل في ستيت، لازم اسال اعمل تيست فحص، هل انا وصلت للجول ولا لسه؟ والله إذا يس حوقف بحث، لكن إذا نو حكمل في البحث وحكمل على النكست ستيت وهكذا. إذا لازم نعمل جول تيست كل ما دخلنا في ستيت جديدة. 5 الباث كوست اللي هو طبعا زي ما حكيت قبل شوية، الكوست هي تكلفة الباث المسار كاملا اللي احنا هنمشي فيه ابتداء من الستارتنج بوينت لعند الجول. 6 السوليوشن، السوليوشن اللي هو الحل اللي تم إيجاده. طبعا الحل ما بيكونش بس اخر ستيت، يعني خلينا نرجع شويه الرسمه هذه. لو انا لقيت انه هذا هو مثلا هيك 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 افضل طريق مثلا، ايش بيكون السوليوشن في هاي الحاله؟ السوليوشن بيكون اللي هو الطريق هذا كله هيك، بقول بروح من اراد الى كذا الى كذا الى كذا وفي الاخر الى بوخارست. هذه النودز اللي انا بمشي فيها هيك بالترتيب اللي انا حكيته، هذا بيكون اسمه سوليوشن، يعني هو المسار الكامل من الستارتنج بوينت وحتى الوصول الى الجول، هذا اسمه solution. اوكي طبعا انا حاعطيكم المثال هذا والامثله الثانيه بتقراوها براحتكم، اللي هو هذا مثال ذا رومانيا اكزامبل، اللي هو انا بدي اطلع من في رومانيا، احنا بدنا نطلع من مدينه اسمها اراد نوصل لبوخارست. الهدف الان كيف بدنا نجيب افضل طريق بين هدول التو سيتيز. طبعا اول حاجه لازم نعملها هي صياغه المشكله. صياغه المشكله هي الست مكونات اللي حكينا عنها. نبدا ستيت، ايش هي الستيت اللي احنا حنستخدمها هنا؟ الستيت هي عبارة عن سيتي، يعني انا بفكر في المشكلة اللي عندي هان، المشكلة اللي عندي او المسألة اللي عندي هنا. كل ستيت هي عبارة عن ايش؟ ما انا كل ما اروح على مدينة
هيك بكون انا انتقلت لستيت جديده. اذا الستيت فعليا هنا عندي هنا هي المدينه نفسها، تمام؟ فعشان هيك الستيت از ا سيتي، بوضحها بالشكل. طيب الانيشال ستيت، ايش هي الانيشال؟ ايش الاول ستيت احنا حنبدا منها؟ هي طبعا اراد، طبعا كتبها هيك بشكل فانكشن لانه هو بيتخيل انه في الاخر هذا حيتحول لسوفت وير، فحاول يحطها على شكل فانكشن ان بين قوسين اراد اللي هي الباراميتر تبع الفانكشن هذه. اراد انه احنا حاليا في اراد، هذه هي الفيرست او الستارتنج او الانيشال ستيت. ايش السكسسور فانكشن؟ يعني ايش الاكشن اللي احنا بنعمله عشان ننتقل من ستيت الى ستيت، يعني من سيتي لسيتي؟ برضو هذه حتكون لازم تكون على شكل خلينا نقول فانكشن. لو شفنا مثلا هنا، طبعا هذه عباره عن يعني مجموعه من ازواج مرتبه، بتقولنا انه الداله جو، في داله اسمها جو وفي داله اسمها ان. إذا كنت أنت مثلا أول حاجة طبعا الأزواج المرتبة هذه يعني إحنا هنستخدم يا go أو in. يعني إذا أنت كنت في المدينة اللي اسمها مثلا سيبوي هذه فأنت بتستخدم in سيبوي، لكن إذا بدك تروح عليها بتستخدم go to سيبوي. فإذا شو الفانكشن اللي بتنقلني من state لstate اللي هي successor function؟ فبحكي لنا هنا اللي هي go، تمام؟ يعني إذا أنا قلت او نفذت الاكشن هذا go to subway حلاقي نفسي in subway، تمام؟ يعني روح على subway، ايش الهدف معناته؟ انه انا اروح صرت موجود في subway. طب go to اللي هي او go اذهب الى تيمسورا، اذا حلاقي حالي في تيمسورا، وهكذا يا جماعه. اذا شو السكسسور فانكشن تبعتنا؟ الاكشن go، والسكسسور انه انا الاقي حالي فعليا صرت في المكان اللي الجوجل اللي روح عليه. بس باختصار يعني هو بيمثلها على شكل فانكشن زي ما حكينا. الجول تيست انه احنا نحاول نحدد هل احنا صرنا في الجول ولا لسه. بمعنى اذا انا كنت في سيبوي ان سيبوي، فانا بسال هل انا في الجول الان؟ حيعطيني نو، لانه ايش الهدف او الجول؟ بوخارست. طيب إذا كنت في زرند برضه حيعطيني نو. طب إذا كنت في بوخارست حيعطيني يس. وين ما يعطيني يس أنا هيك بروح بوقف عملية البحث وبحكي له أنا هيك وصلت للجول، وبالتالي السوليوشن هو كذا وكذا وكذا وكذا. الباث كوست هو عبارة عن فانكشن طبعا بتعطيني نمرك، نمرك يعني عددية أو رقمية، يعني تكلفة رقمية لكل باث. يعني عشان أتوجه من أراد للمدينة اللي بعدها اللي هي سيبوي مثلا، فأنا محتاج مثلا المسافة من هنا لها مثلا 180 كيلومتر مثلا. طب قديش بتاخد مني وقت؟ ممكن أنا يعني أقيسها بكوست تاني مش المسافة، بالوقت مثلا أحكي له لا هذه بتاخد مني مثلا ساعة ونص عشان أوصل لسيبوي، وهكذا. إذا الكوست عندي دائما يفضل يكون قيم رقمية، لأنه كلنا عارفين أنه التكلفة عشان أنا أقول هاي التكلفة أعلى أو أقل، إذا أنا بحكم من خلال الأرقام النمبرز. طبعا الستيب كوست بنسميها ستيب كوست او التكلفه لكل خطوه بنعملها، طبعا لازم تكون اكبر من زيرو لانه فيش حاجه اسمها تكلفه بالسالب. السوليوشن اللي هو زي ما حكيت لكم عباره عن سيكونس اوف اكشنز، هي عباره عن يعني سلسله الاكشنز اللي احنا تحركناهم ابتداء من الستارتنج بوينت الى الجول. هذه السلسله من الانيشال للجول بسميها سوليوشن. فهي السوليوشن شايفين كيف كاتبه من اراد لكذا 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 لا عند بوخارست، هذا كله كاملا يسمى سوليوشن. هيك احنا فهمنا بس كيف نعمل صياغه لاي مشكله من خلال الست مكونات اللي هو حكى عنها عشان نبدا نستخدم السيرشنج الجوريثمز. نفس الشيء طبقوا على الايت بازل، وطبقوا كمان على ريال تايم ريال لايف او ريال تايم ابلكيشنز زي مثلا الكار نافيجيشن اللي هي الجي بي اس، جهاز جي بي اس، زي مثلا الايرلاين ترافل بلاننج اللي هي الطيران كيف بصير التخطيط له والمسارات وتحديد الباثز والى اخره، وبرضه مجموعه من الابلكيشنز كلها تقريبا لها نفس الست مكونات، يعني نفس البروبلم فورميليشن. ايضا الراوتينج بروبلم اللي هو ايجاد افضل طريق من نقطه الى نقطه ثانيه. كمان معطينا الترافل سيلز بيرسون بروبلم اللي هو
خلينا نقول هو الشخص اللي بيوصل سيلز بيرسون، اللي هو توصيل البريد او الامور هذه للاماكن المحدده. الفي ال اس اي برضه هذا مثال عن الشرائح الالكترونيه اللي بيكون فيها طبعا اي سيات وبيكون فيها اسلاك وامور كثيره. طبعا اليوم حتى الشرائح الالكترونيه هذه ولو انها هاردوير، لكن برضه بنقدر نعملها انتليجنت ايجنتس بحيث انه توريني افضل مكان او افضل تركيبه او ترتيب للاي سيات وللاسلاك، بحيث تكون الشريحه شغاله صح، ما يكونش في مشاكل كهربيا والكترونيا على الشريحه. الروبوت برضه معطيني برضه مثال عن الروبوت، ايش الستيت تبعته، ايش الانيشال ستيت وهكذا. الاوتوماتيك اسمبلي سيكونسينج اللي هو عباره عن تجميع الالات، كيف برضه لما بنجمع سياره او نجمع جهاز معين كيف برضه بدنا نعمل له بروبلم فورميليشن. يعني معطينا مجموعه من الامثله، لو مريت عليهم بيكون كثير كويس على اساس انه لو اجى اي سؤال في كاساينمنت او حتى في الامتحان تطبيق معين بكون تتخيلوا. انا حاطيكم طبعا تطبيق هذا ايش بيعمل، فبدكم تتخيلوا لو انا بدي اعمل عمليه سيرش الان ايش الست مكونات تبعت البروبلم فورميليشن تبعته، فبتحطوا الست مكونات هذه وتحاولوا تشوفوا كل واحد فيها ايش الشيء المقترح اللي ممكن تحطه تحت كل مكون من هاي المكونات. طيب نيجي الان على السيرشنج فور سوليوشنز اللي هو البحث عن الحلول. بشكل عام احنا عشان نبحث عن حلول لازم يكون في عندي سبيس، يعني يكون في عندي مساحه ابحث فيها. زي ما شفتوا خارطه رومانيا، نفس الشيء بتخيل اي تطبيق انا بدي ابحث جواته عن بضائع، عن طلبه، عن مساقات، عن عن الى اخره. كل هذه الامور انا بتخيلها كسبيس، في عندي سبيس بدي ابدا ابحث فيه، ابحث فيه من خلال ابتداء من انيشال ستيت لعند ما اوصل للجول ستيت. ولازم يكون في عندي legal sequence of actions، لازم يكون في عندي طبعا تحركات او actions لها قوانين معينة عشان انتقل من مكان لمكان. ما بينفعش يعني انتقل من مثلا اذا بحكي عن طالب انتقل له من مساقات سنة اولى لسنة رابعة وهو لسه ما خلصش اللي في النص، فلازم يكون في عندي حتى الاكشنز مقيدة بالقوانين الموجودة في هذا التطبيق. طبعا هذا الكلام او القوانين كلها بتكون مضمنة من خلال successor function اللي سميناها قبل هيك الاكشنز، اللي هي عباره عن الفانكشن اللي تنقلني من الانيشال ستيت الى نيكست ستيت، او الكرنت ستيت الحاليه الى النيكست ستيت. شو الاجراءات او الخطوات العامه لعمليه السيرشنج؟ اول حاجه تشيك فور جول ستيت، يعني بدنا نفحص الجول ستيت هل احنا وصلناها ولا لا، عشان زي ما حكيت لكم دائما الفحص هذا يا جماعه بشكل كونتينوس، في كل خطوة لازم نفحص هل وصلنا الجول ولا لا. ممكن نوصله من أول حركة على طول، ممكن نوصله لا بعد 100 حركة ما بنعرف، فبالتالي لازم في كل خطوة نفحص هل وصلنا الجول ولا لا. طب لو ما وصلناش الجول إيش نعمل؟ نعمل expanding للcurrent state. إيش يعني expand؟ expand يعني توسيع، توسيع يعني كأنه أنا واقف على state حالية بدي أوسعها، يعني بدي أشوف شو النكست state اللي ممكن انا اروح لها من خلال الستيت الحاليه اللي انا واقف عندها. اوكي طبعا هل شرط يكون في عندي بس نيكست ستيت واحده ولا عندي اكثر من خيار؟ اكيد دائما بيكون عندنا اكثر من خيار، يعني احنا بنلعب مثلا تشيس شطرنج اكيد عندك اكثر من خيار في تحريك حجر معين مثلا من احجار الشطرنج، عندك اكثر من خيار لتحريكه، فانت عندك اكثر من نيكست ستيت، لكن مين فيهم اللي حختاره؟ هذا طبعا اختيارنا حيكون بناء على السيرش الجوريثم الخوارزميه احنا مستخدمينها، هي اللي حتختار لنا مين افضل نيكست ستيت عشان توصل الجول بشكل افضل. طبعا حنعمل اكسباند زي ما قلنا للكرنت ستيت، يعني نشوف مين كل النيكست ستيتس تبعتها، وحنحاول نحدد مين هي كل ستيتس اللي انا قادر اروح لهم من خلال الكرنت ستيت. طبعا حيعطيني فيل اذا كان الست امتي، يعني اذا كانت فاضيه يعني فيش ولا نيكست ستيت قدامي، يعني انا وصلت لطريق مسدود فيعطيني فيل. في هاي الحاله وين حيوديني؟ حيوديني حيرجعني تاني للستيت اللي قبل، عشان يعني معناته انا مشيت في طريق خطا، حيرجعني على الطريق اللي قبل عشان يوديني على الطريق الافضل. select one from the set of reachable states، زي ما حكيت لازم انا اختار واحده
من هدول النكست ستيتس، انه حيكون عندي اكثر من خيار. بعد ما اختارها لازم اعمل موف، يعني فعليا انا اخترتها، بعد هيك حروح فعليا على هذه الستيت المختاره. اوكي، هاي بشكل عام الخطوات اللي بتتبعها اي عمليه سيرش. طبعا من خلال الاجراءات اللي شفتوها الان، بيعمل اكسباند، بيكون في عندي اكثر من خيار امامه، بعد هيك بصير يروح على الخيارات واحده واحده. هيك صرنا نتخيل انه انا كانه يعني بعمل تري، شجره. يعني في عندي انا الان واقف على نود معينه، بدي اشوف مين الابناء، بنسميها ابناء التشيلدرن تبعت هذه النود، يعني شو الخيارات التاليه او النكست ستيتس تبعت هذه النود. فبالتالي كانه انا ايش بعمل فعليا، عمليه رسم للتري. كل ما احنا عملنا فيزيتنج او زياره للنودز اللي تحت، هيك انا بكون بكبر في التري تبعتي. هذا الكلام حيوضح معنا ان شاء الله. طيب قبل ما نفوت في الرسومات وفي اللي هي عمليه البحث فعليا، بس هنا بده يورينا شويه، يعطينا شويه ترمينولوجيز، يعني شويه مصطلحات علميه. اول حاجه عندنا السيرش تري اللي هي شجره البحث اللي بنبحث فيها. جنريتد، متى بيتم يعني توليد هاي الشجره او انشاء هاي الشجره؟ هذه كل ما احنا دخلنا في السيرش سبيس، كل ما عملنا فيزيتنج زي ما حكينا للنودز وللنقاط الموجوده في في فضاء البحث تبعنا، احنا هيك كاننا قاعدين بنوسع في التري. طبعا السيرش سبيس نفسه يا جماعه مش شرط يكون اصلا عباره عن تري، هو مش يعني مش شرط يكون تري، هو بيكون جراف. والجراف هيك شكل الجراف، عبارة عن نقاط موصولة ببعضها البعض، ممكن تكون كمان التوصيلات مشبوكة أكثر من هيك، عبارة عن شبكة. هذه مش تري، هذه جراف، تمام؟ لكن عملية البحث، أنا لما أبدأ من النود الأساسية وأصير أمشي نود نود، بعد هيك شو اللي هي الأبناء تبعتها، هيك كأني ببني تري، يعني بحول فضاء البحث من جراف إلى تري، تمام؟ expansion of nodes اللي هو عملية توسيع النودز أو النقاط اللي إحنا بنزورها فعلياً، states يعني. كل بحكي لنا كل ما دخلنا على الستيتس وعملنا لها استكشاف أو زيارة فعلية، فبالتالي النود هذه لازم نعملها expanding. expanding يعني بدي أعملها زي ما حكينا توسيع، توسيع يعني أحاول أشوف مين children تبعونها، الأبناء تبعونها اللي أنا قادر أروح لهم عن طريق طبعا ايش الفانكشن اللي هي الاكشنز او السكسسور فانكشن. اذا التشايلد نودز، في عندي نودز اسمهم فرنج. ايش يعني فرنج؟ لها تعريف للفرنج اللي هي عباره عن ذا سيت اوف نودز نوت يت فيزيتد. شو يعني؟ يعني هي عباره عن مجموعه النودز او مجموعه النقاط اللي لم يتم زيارتها حتى الان. يعني هي الان انا شايفها قدامي، شايف الان امامي مجموعه من التشيلدرن او مجموعه من النودز لكن لم يتم زيارتها حتى الان. هذول النودز بنسميهم الفرنج. طبعا النودز هذول لازم ينحطوا في كيو. الكيو هي عباره عن طابور زي ما اخذته قبل هيك في الداتا ستراكشرز، تركيب بيانات. في عنا تركيب اسمه كيو اللي هو الطابور. الطابور بيتم اضافه اللي هي النقاط او النودز هذه، بحيث بعد هيك نصير نقرر مين النود اللي عليها الدور في الزيارة بناء على السيرش الجوريثم اللي احنا مستخدمينها. اذا كل ما نجيب نود بنضيفها اضافة الى الفرنج او الكيو اوف فرنج اللي هو طابور النقاط التي لم يتم زيارتها بعد. اخر مصطلح عندنا اللي هو السيرش استراتيجي اللي هي استراتيجية البحث. يعني اي عمليه بحث بيكون فيها المكونات اللي حكيناها، بيكون في نودز، بيكون في التشيلدرن للنودز، بيكون في فرنج كيو، بيكون في سيرش تري وسيرش سبيس الى اخره. الان السيرش استراتيجي، طيب ايش هي الاستراتيجيه اللي انا بناء عليها هعمل سيلكشن، اختيار؟ احنا قلنا انه في عندي مجموعه من التشيلدرن اللي هي مجموعه من النودز بتكون ابناء لنود معينه. طب مين في هذول الابناء انا حروح ازوره في النكست ستيت، تمام؟ هذا بيتم بناء على الاستراتيجي او الخوارزميه اللي انا مستخدمها الان، هي اللي بتحدد زي ما حكينا مين النكست نود تو بي اكسباندد او النكست نود تو بي فيزيتد. اوكي، طبعا الاستراتيجي هذه يا جماعه بتكون متبعه
أكثر من طريقة في الترتيب أو الأساليب اللي أخذتوها قبل هيك برضو، اللي هو الـ first in first out اللي هو مبدأ خاص بالكيو أو الطوابير، أو الـ last in first out اللي هو المبدأ الخاص بالستاك. يعني أنا عندي مجموعة زي ما حكينا من الفرنج النودز اللي هي التشيلدرن اللي لسه إحنا ما زرناهم. طيب مين في هدول النودز حيقع على الاختيار عشان أبدأ أعمل له expansion أو عملية توسيع أو زيارة؟ هذا بيتحدد بناء على إحنا إيش الاستراتيجية اللي إحنا مستخدمينها. إما حيكون first in first out يعني أول وحدة من هدول الفرنج أو من هدول النودز ضفتها على الكيو هي اللي حروح أزورها، أول وحدة دخلتها هي أول وحدة حزورها، أو آخر وحدة دخلتها هي أول وحدة حزورها. تمام. وفي عندي كمان مبدأ البست نود، مش شرط يكون بس فيفو وليفو، ممكن يكون البست نود، ممكن أنا أختار وحدة عشوائية من النص، من نص الكيو أطلعها بناء على إنه هذه أنا قررت إنه هذه هي البست، أفضل نقطة لازم أروح أزورها. طبعا كله موجود حسب الاستراتيجية اللي احنا مستخدمينها، فكله بيلزم حسب كمان مرة التطبيق اللي احنا مستخدمينه، حسب الكوست، حسب كمان التكلفة اللي متاحة إلنا. نرجع هنا تاني للجراف. حكينا انه اي تطبيق بيكون فيه طبعا لو عملنا فيه رسمة للستيتس كيف تطلع. تخيلوا هنا انا عندي مثلا لعبة شطرنج، بتكون اول ستيت عندنا اللي هي عبارة عن الأحجار مرتبة الترتيب الأول تبعها. طب إيش الستيت الثانية حتكون؟ نيكست ستيت لإلها إن إحنا نحرك مثلا الأول جندي مثلا حركناه فطلعنا على هذه الستيت، أو ممكن أحرك الجندي اللي الثاني اللي جنبه، أو أحرك الجندي الثالث أو الرابع أو الخامس. إذا كل ما كان في عندي أكشن مختلفة عن الثانية بتعطيني ستيت مختلفة عن الثانية، أنا هيك حرسم لها ستيت خاص فيها. تمام. فحيكون عند تخيل انا هنا عندي تطبيق، عندي هاي الستارتنج نود وعندي الستيتس المتاحه من بعد الستارتنج نود، اما هاي او هاي او هاي. طيب بناء على الاختيار اللي احنا اخترناه بعد هيك، تخيل رحنا على مين؟ على الاي 4. الاي 4 هذه بتعطيني مثلا بعدها، لو انتقلت من بعدها حنتقل للستيت هذه او هذه فقط، حتنقلني بس على تنتين. اذا هي كم تشيلدرن لها؟ فقط two children. طيب بعد هيك لو تم اختيار مثلا السي 2 بتوديني على اما التشايلد هذا او التشايلد هذا او التشايلد هذا، فما حدش يقول وانا هنا اوتوماتيك حروح على الجي 0 انه هذه هي الجول. لا، الله اعلم حسب الخوارزميه انت مستخدمها، ممكن الخوارزميه تبعتك توديك على الاي 1 لانه هي مش عارفه انه هذه الجي 0 هي الجول. متى بنعرف انها جول؟ إذا رحنا عليها وصرنا واقفين هنا جوا الستيت هذه وفحصنا هل أنت الجول؟ وإذا قالت لي يس خلص تمام بنوقف. لكن طول ما احنا هنا عند الأب تبعها ما بنقدر نحدد إنه هذه هي الجول، فإذا أوب بروح بنط عليها. لا، احنا هنا عندنا خيارات بندرس مين في الخيارات هذه بالنسبة للخوارزمية المستخدمين، مين في الخيارات هذه هي الأفضل بناء على الكوست، بناء على الأولوية، ما بنعرف حسب الخوارزمية اللي عندنا. بالتالي إحنا بنروح لها وبنقرر بعد هيك في كل نود هل أنت الجول ولا لا. وفي النهاية طبعا لما نوصل للجول بيكون وقفنا عملية البحث. زي ما أنتم شايفين هذه عبارة عن جراف، الجراف عبارة عن مجموعة من النودز وفي أسهم بتوديني من نود للتاني. عملية البحث يا جماعة بتكون شبه الشكل، عملية البحث بتحولنا زي ما قلنا من جراف إلى تري. زي ما أنت شايف هاي الستارتنج نود اللي هي الاس 3، هيها بتوصلني لمين؟ للثلاثه تشيلدرن اللي هم هدول. طب كل واحد من هدول لوين بيوديني؟ مثلا البي 2 بتوديني لسي 2 ولاي 2 هيهم. تمام. طبعا ممكن الاقي النقطه نفسها متكرره في اكثر من مكان، طبيعي هاي السي 2 متكرره هنا وهنا وهنا لانه في اكثر من طريق للوصول إلها، فيش مشكله. في النهايه انا لما ابدا في ستيت حوصل بعد هيك لستيت لواحد من هدول ومن بعده بكمل. اوكي، حسب الخوارزميه اللي احنا طبعا مستخدمينها. هاي بس بتوضح لنا اللي هي التحويل من جراف لتري بناء على عمليه البحث. يعني هذا التحويل بتم اثناء عمليه البحث، بتلاقي التري هاي بترتسم معك بشكل تلقائي. كل ما نزلت على النودز
وعملت توسيع لإلها، توسيع يعني صرت تشوف مين النودز اللي هي الأبناء تبعونها، ونبدأ ننتقل من نود أو من ستيت للتانية. هيك بيكون إحنا عمالين بنرسم في تري فعليا. طيب السيرشنج استراتيجيز لهم نوعين أساسيات، اللي هي الخوارزميات بتاعت البحث بشكل عام، لهم تصنيفين أساسيين اللي هو الان انفورمد سيرش والانفورمد. ايش الان انفورمد سيرش؟ بين قوسين بسميه يعني خلينا نقول بتسميه اخرى بلايند. بلايند يعني بحث اعمى. ليش اعمى؟ لانه ما بيكونش في عنده اي معلومه مسبقه عن اللي هي البحث او عن السولوشن ممكن يكون موجود، ما عندوش اي علم عن الكوست تبع المسارات اللي هو بيمشيها، فهو بيمشي بناء على خوارزميه معينه، بناء على لاست ان فيرست اوت او فيرست ان فيرست اوت، تمام؟ ما بيمشيش بناء على كوست. لو بيمشي بناء على كوست هيك بتحول لانفورمد، يعني في عنده معلومات، لكن طول ما هو ما عندوش معلومات بنسميه بلايند سيرش او ان انفورمد سيرش، يعني ما عنده معلومات. اذا النمبر اوف ستيبس والباث والكوست كله ان نون، بيكون انا ما عنديش علم فيه. الايجنت بس بيعرف انه وصل للجول، يعني مجرد ما يصل للجول بيسأل هل انت الجول، بيقول له يس، خلص بيوقف البحث، غير هيك ما عنده اي معلومات اخرى متوفره. بينما التصنيف الثاني اللي هو الانفورمد سيرش، اللي هو بيكون عنده معلومات اصلا، بنسميها بين قوسين هيورستيك. هنشوف لقدام شو يعني هيورستيك، اللي هي الفانكشن التقديريه، يعني اللي بتقدر الكوست لكل مسار من المسارات. بنلاقي انه الايجنت عنده باك جراوند، يعني عنده معرفه مسبقه عن بعض المعلومات الخاصه بالمشكله زي الكوست اوف اكشنز او الماب، الخارطه الموجوده عنده، او زي ما حكينا تكلفه الاكشنز اللي هو بيعملها. هذا طبعا بتساعده نوعا ما في تقرير او في تحديد مين المسار اللي حيمشي فيه بشكل افضل. طيب ليش هدول لسه موجودين؟ ليش ما لغيناهم؟ لا، هدول لازمين، هدول لازمين. انا قد يكون عندي تطبيق زي ما حكينا ما فيش عندي معلومات مسبقه من قبل، تطبيق سهل للغايه، ما عندوش معلومات او ما عندوش فانكشن تقدر تقدر الكوست تبع كل مسار، فبالتالي انا بضطر استخدم مين؟ الخوارزميات الموجودين هنا. لكن لو انا عندي فعليا معلومات سابقه، عندي طريقه محدده قدرت من خلالها اقدر التكلفه لكل مسار من المسارات، بروح بستخدم مين؟ التصنيف الثاني. طيب كيف انا اقرر اذا كانت السيرش استراتيجي او خوارزميه البحث اللي انا مستخدمها الان كيف مستوى الاداء تبعها؟ بيحكي لنا طبعا عندي اربع متريكس ممكن نسميها، او اربع مقاييس. هذه الاربع خصائص ممكن نسميها كمان بروبرتيز. هذه الاربع خصائص زي ما حكينا بتقيس نسبه الاداء تبعت اي خوارزميه، يعني لما انا اعمل خوارزميه واقارنها بخوارزميه ثانيه بقارنهم من خلال الاربع خصائص هذول. ايش هم الخصائص تبعتي؟ كومبليتنس اللي هي الكموليه او الشموليه او الكمال، والكمال لله طبعا، انه if there is a solution will it be found، يعني اذا كان في حل فعليا للمشكله تبعتنا، اذا فعليا كان في حل، في جول، هل حنلاقيه؟ اذا لقيناه، اذا احنا ضامنين انه بهاي الخوارزميه حلاقيه بوجود الحل طبعا، حلاقيه معناته هذه الخوارزمية تتميز بالكمبليتلي، بالكمبليتنس عفوا، بالكمال، تمام؟ طيب لو أنا ما ضمنتش إنه بالخوارزمية هذه ما ألاقيش الحل تبعي، فإذا هي بتكون incomplete، غير كاملة. الخاصية الثانية هي time complexity، اللي هو التايم المستهلك أو الوقت المستهلك في عملية البحث لحد ما نلاقي السوليوشن تبعنا. طبعا من الواضح انه كل ما كان التايم اقل كل ما كانت الخوارزميه افضل. السبيس كومبلكسيتي اللي هي الميموري، لانه في النهايه احنا بنحكي على سوفت وير، فاكيد حيكون في عندي ميموري لتخزين السوفت وير هذا، حيكون في عندي زي ما قلنا جراف بتحول لتري، هاي التري النودز تبعتها بتتخزن في اماكن محدده في الميموري، فبالتالي كل ما كان الميموري اللازمه للسيرشنج هذا اقل كل ما كانت طبعا الخوارزمية هذه أفضل. Optimality اللي هي المثالية، طبعا إيش يعني مثالية؟ يعني will the best solution be found، هل الخوارزمية هذه إحنا مستخدمينها هل بتضمن إنه أنا ألاقي الحل الأفضل، الحل الأمثل،
بأفضل أداء، يعني بأفضل مسار ولا لا؟ إذا كانت تعطيني أفضل مسار فإذا هي بتكون أوبتيمال، إذا لا أنا بضمنش، هي تعطيني حل لكن مش شرط يكون هو الأمثل، إذا هذه بتكون not optimal. أوكي. بالنسبة للتايم والسبيس كومبلكسيتي يا جماعة كيف بنقاسه؟ هدول بنقاسه وحنشوف إن شاء الله برضه في الخوارزميات، بنقاسه من خلال الثلاث متغيرات هدول اللي هو البي والدي والإم. البي هو عبارة عن الماكسيمم برانشنج فاكتور. إيش يعني ماكسيمم برانشنج فاكتور؟ خلينا أرجع على التري هذه. الآن هاي عندنا التري. التري هاي كل ما كان البرانشز، إيش يعني برانشز؟ الأفرع. الأفرع تاعت التري هذه كل ما كانوا أكبر، يعني عددهم أكبر، بيكون البي تبعنا أكبر. البي هو عدد الأفرع، تمام؟ البي هو عدد الأفرع اللي موجودة من فوق من عند الستارتنج بوينت، تمام؟ طيب المتغير الثاني هو الدي، يعني الدبث. الدبث اللي هو العمق. العمق تبع طبعا الدي عمق الليست كوست سوليوشن. ايش يعني؟ يعني افرضوا انه وين الحل، هي الجي زيرو مثلا، تمام، اللي هو الجول، هي الحل طبعا اللي احنا يعني هدفنا نوصل له. نقدر نوصل له من هنا، نقدر نوصل له من هنا، نوصل له من هنا، من هنا، من كتير اماكن بقدر اوصل له. طيب وين الليست كوست سوليوشن؟ شنو الليست كوست؟ يعني المسار ذو التكلفه الاقل، تمام، اللي هو هذا. العمق تبعه اللي هو هيو 1 2، يعني العمق تبعه كم الافرع تبعته، او عفوا النودز اللي انا مضطر انزل فيها بالعمق عشان اوصل السوليوشن تبعي، هذا بسميه دي، تمام. طب في عمق ثاني؟ في عمق ثاني طبعا، هي عمق ثاني، ولكن مين فيهم الدي؟ هذا هو الدي، لانه هو الليست كوست سوليوشن اللي هو العمق ذو الحل الاقل ليست. الام هو عباره عن الماكسيمم ديبث. ماكسيمم ديبث يعني اطول عمق موجود عندنا في التري تقريبا، هي اطول عمق اللي هو هذا، هيك هيك، يعني هي 1 2 3 4. لو شفنا هنا برضو هي 1 2 3 4، يعني اكبر عمق موجود في التري كلها بشكل عام. العمق تبعها قديش؟ اقصى عمق بتوصل له هذا بنسميه اللي هو ام. هدول المتغيرات ليش حكينا عنهم؟ لأنه إن شاء الله حنلاقيهم بتكرروا معانا لما نيجي نحكي عن خصائص الخوارزميات اللي حنبدأ فيها إن شاء الله. كل خاصية فيهم اللي هي خاصة في التايم والسبيس هيتم قياسهم من خلال البي والدي والإم.